ده تسجيل سري للمؤتمر يعرض لأول مرة. لا رئيس، ما احنا مش عاوزين نضيع وقت ومش بقى. الرئيس القذافي طالب القادة بمباحثات مغلقة. أغلبية بتاع ده؟ لا لا لا. أغلبية بسيطة. لا ما فيها. لا يا حبيبي. الجامعة العربية لا توافق. ما في في الجامعة العربية يا رئيس. القرار. ضبط. الأردن توافق على القرار؟ ضد. اليمن توافق على القرار؟ ضد. امتنع عن القرار. عراق، الأردن، اليمن. ليبيا توافق على القرار؟ لا ضد. يمتنع. السودان؟ ضد. جرا. متحفظ. منظمة التحرير؟ ضد. متحفظة. موريتانيا؟ فشل قرار. موريتانيا؟ فشل قرار. متحفظ؟ متحفظ. المملكة العربية السعودية؟ موافق؟ فشل القرار. مع القرار. الكويت؟ مع القرار. دولة الإمارات العربية؟ مطلوب تحفظ يكون أفضل لك. مع القرار. قطر؟ سلطنة عمان؟ مع القرار. البحرين؟ مع القرار. مصر؟ مع القرار. سوريا؟ كيف تخرب نظام الجامعة العربية؟ الجزائر؟ يمتنع. المغرب؟ يمتنع. مع القرار. الصومال؟ مع القرار. لبنان؟ مع القرار. جيبوتي؟ جيبوتي؟ مع القرار. كم واحد مع القرار وكم واحد ضد؟ رئيس، أريد قائمة الدول التي مع القرار حتى ننظر هل نسيت ربما دولة أو اثنين. مع القرار المملكة السعودية، الكويت، واحد، اثنين، الإمارات، ثلاثة، قطر، أربعة، عمان، خمسة، ليش مع القرار؟ سوريا، ست، ليش مع المغرب؟ سبعة، الصومال، ثمانية، لبنان، تسعة، جيبوتي، عشر، نسيت البحرين، البحرين، البحرين مع القرار. عشر. هل نسيت مصر؟ 11. لا 12. أغلبية؟ لا مش أغلبية. القرار وفق عليه؟ لا لا لا. برفع الجلسة. شكرا. نقطة انتظام سد الرئيس. تغلط هذا النظام الجامعة العربية بخربوه كيف؟ والله شكرا عشان ما قطعت. أنت كانت بالتصويت يا سي الشري. والله دق راسك أنت في العبث بميثاق الجامعة العربية. امشي. عمرك كانت بالتصويت الجامعة بالإجماع ولا ما فيش؟ وليش ما تقول للرئيس؟ ليش ما تقول للرئيس أو بالإجماع؟ هذا غلط. الرئيس ما حضرش اجتماعات من قبل. قول له رأى نظام الجامعة بالإجماع. انت تعبت بميثاق الجامعة العربية؟ ابدا. هذه مش الجامعة بتاعتك، هذه الجامعة بتاعت العرب. اسكت. احنا كل واحد منا في الدولة بتاعك، عضو الجامعة العربية. امشي. هنا لا يشترط الا فقط الاغلبيه البسيطه، لان هذه ليست كبيره. لم تنشأ قوات عربيه باسم الجامعه العربيه ولا تحت يد المصالح. قانون الدوله يا عم كذب وافقت 12 دولة على القرار، فيما عارضته أو امتنعت عن التصويت 8 دول. القرار قسم العالم العربي. الأمين العام للجامعة استقال من منصبه، إلا أن القرار اتخذ، وكان من حق المملكة العربية السعودية طلب قوات عربية وأجنبية للدفاع عنها. في 12 أغسطس أعلن العراق رده على القرار، وذلك بربط الانسحاب من الكويت بإنهاء حالات الاحتلال الأخرى في المنطقة. أعداد ترتيبات انسحاب وفق مبادئ واحدة لانسحاب إسرائيل فورا وبلا شروط من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان.
وانسحاب سوريا من لبنان، والانسحاب بين العراق وإيران، ووضع ترتيبات لحالة الكويت. غربية تأييدا لصدام حسين. الملك حسين كان تحت ضغط الجماهير الأردنية المؤيدة للعراق، تابع جهوده الدبلوماسية. الخليجيون اتهموه بالدفاع عن الغزو العراقي. زار الولايات المتحدة مع رئيس وزرائه، طلبا من الرئيس بوش اعطاء فرصة لمحاولة التوسط مع صدام حسين. صار بيننا وبين جيد شكر حوار واسع ايضا في هذا الموضوع، انه اعطوا فرصة للحل العربي. قال هذا نفط متعلق في مستقبل الشعب الامريكي، وانا لن اسمح لاي كان بان يسيطر على 20% من احتياطي نفط العالم. ومن هناك سافر الملك إلى بغداد للتباحث مع صدام حسين. وكنا نقول له، لو تنسحب من الكويت، لأنه بهمه كان بوش، قلت له ترى أنه بوش بيخسر، انسحب الآن بدون ما يحاربك ينتصر عليك، بتكون أنت كسبت وهو خسر، لأنه عامل لك بوب تراب كانوا في موضوع الكويت صادوك.